شو معنى ارمين؟ سيل والله دغري رقاد. يا عمري شو عم تعملي عنا؟ شو عم بعمل؟ حبيت شوفك فأخذت إذن وأجيت، اشتقت لك كتير كتير. ليك هون فضيحة رسمي، تعي نفوت لجوا. طيب انتبهي، إنه شو خطر على بالك تجي تفاجئيني هيك؟ منحط هي على راسك مشان الحماية. استني لحط لك هي تعدي عليها. عادي. شو هذا اللي معك؟ قلت لحالي يمكن جعت فجبت لك ياهن. يمكن؟ أميت من الجوع. لك تقفشيني. غير الوضع يا معلم، هالشغلة لازم تخلص. هالشاب مثل الجني، من وين طلع لنا؟ شوفوا لكم صرفة معه قبل ما يروحنا. شوفوا إفادته أكيد رح تتغير ومنخلص من هالشغلة. بيوقف؟ كيف بيوقف؟ هذا ما بيخاف من الموت. كل واحد بيخاف من شيء، حياته يمكن ما تهمه ومسترخصها، بس كمان في عنده شغلة كتير بخاف يخسرها بشي حادث، مثلاً خطيبته يلي بحبها قد الدنيا. صرفوا، فهمت شو قلت لك؟ تعرفي لعبتلك هاي؟ قديش شغلك متعب حبيبي، كمان بدك ترجع لوردية الليل؟ لما نستأجر البيت ما عاد فارقك، وهذا العلاك بيخلص إن شاء الله. حبيبي منلاقي بيت وبتخلص من قصة هالدوام المساء. حبيبي اشتقت لك كثير. يخرب بيتك، لازم نصبر لنا شوي يا عمري. ان شاء الله الله ما بضيع لك تعب، انا لازم اروح. طيب لكن رح اقوم وصلك وبعدين برجع دوام المساء. لا عمار ما في داعي حبيبي، بركب بروح لحالي ما حيصير لي شيء. لا تشغل بالك، كلهم بيعرفوني خطيبتك، ما رح يخطفوني. كان بدي اشوفك اكثر. يلا قومي. بتمنى يكون عجبك شغلنا يا خالو. شكرا لك. انتبهي لحالك. طيب. عمار أنا كتير بحبك وأنا بموت بهالعيون. سيارتك بالجهة الخلفية يا خانو، تفضلي.